مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. إن عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، اضغط على زر الجرس لتتوصل بكل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي ممكن أنني نقول لك غادي نفرقعوا الرمانة عاود في هذا الفيديو. ركزوا معايا مزيان باش تفهموا المغزى ديال هادشي اللي غادي نقول لكم. اليوم غادي نهضروا على التفاهه في الانستغرام. كاين واحد التفاهه ديال بعض الاشخاص تافهين اللي دايرين واحد الجروب، بعضياتهم كيهضروا بعضياتهم في لي بريفي، متفاهمين صحاب اصدقاء، ولكن قدامكم نتوما كيبين انهم كيتضربوا، كيبينوا انهم كيتسابوا، كيبينوا انهم كيتجبدوا الضواصه بعضياتهم. اليوم غادي نهضروا على التفاهه ديال الانستغرام. قبل ما نبداو كاينين بزاف ديال الناس قالوا لي اودي يا خالد راه بغيناك تهضر على مواضيع اللي نستافدوا منها، وهذا انا كنقول لكم حنا كنهضروا على مواضيع اجتماعيه، المواضيع اللي كاينه في المجتمع ديالنا اللي ملموسه، اللي كنشوفوها، اللي كنتفرجوا فيها، اللي كنسمعوها. اما القضيه ديال الاستفاده، اللي بغى يستافد غادي يمشي لهل تعلم، قناه هل تعلم. هذه من جهه. من جهه ثانيه هاد التافهين ديال الانستغرام دخلت لقيتهم كيديروا اللايف. وكيفاش كيديروا لهذا اللايف؟ كيديروا اللايف ديال السب الشتم، كيطلعوا الفسيقين الفسيقات والكلام النابي والسب بعضياتهم. وهذا قال لي هذه، قلت ليه بحال اللي داخل الحمام. ديك القضيه ديال راس الدرب فاش كيتلاقاو العيالات ولا كيتلاقاو الشباب ولا كيتلاقاو شي وحدين اللي كثرت الهضره الخاويه ديال قال لي هذا، قلت له هذا كلام فارغ تافه. وللاسف ان كاينين فيهم الناس لحيتو شيف لحيتو، انا نذكر الاسماء، انا ماشي شغلي ان كنقول الواقع داكشي اللي واقع. كنذكر كنهضر على عمو الباريزي اللي دخلت اللايف ديالو وقلت انني غادي نطلع نواجهه، وانا مستعد اني نواجهه مباشره ونتناقشوا انا وياه ونحاولوا ان واحد يقنع واحد. بغى باحترام مرحبا، بغى دون احترام مرحبا، المهم غادي نتناقشوا ونشوفوا الميساج اللي بغيت نوصل ليه انا. اش غادي تستافد؟ اش استفدتي من هذا الشيء؟ عرفنا انكم انتم كديروا مع بعضياتكم اليد في اليد باش تطلعوا لي كونت ديال بعضياتكم، والغريب في الامر ان المشاهدين بحال 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 النعاج تابعينهم، كيقول لهم تابوناو عند هذا جيفي وي، تابوناو عند هذا دخلوا عند هذا، كيطلع واحد كيجي واحد كيطلع معاه في اللايف كيقول لهم تابوناو معاه تابوناو معاه، يقول لي ها هو ذا طلعوا الكونت اش غادي يدير به؟ نشرح لكم انا كل شيء. ملي كيطلع الكونت ديال الانستغرام ماشي بحال يوتيوب، يوتيوب كتخلص على المشاهدات، الانستغرام لا، ما كاينش تخلص ديال المشاهدات، ولكن الانستغرام ملي يكبر عندك الكونت كتقدر انك تتواصل مع شركات كدير لهم اشهار. دوك الشركات اللي كدير لهم اشهار للمنتوج ديالهم كتقاضى واحد المبلغ هما كيصيفطوا لك. كاين شركه اللي تعطيك 500 دولار 100000 ريال، كاين شركه اللي تعطيك 20 دولار 4000، المهم اقل حاجه 200 درهم 4000 ريال اشهار. اشهار كدوزو غير بسيطه هكا في 5 ثواني 10 ثواني ولا كتحطو في الكونت ديالك. نرجعوا للموضوع، هاد التافهين هادو منهم هاد عمو الباريزي، هاد بو الحياه، هذا الشيب عنده في اللحيه والشيف في راسو. بغيت انا غير نسولو، واش ضميرك ما كينبكش؟ الضمير ديالك ملي كتحط راسك على الوساده واش ما كتفكرش وكتقول اش عطيت لهذا المجتمع؟ اش درت يوم الحساب؟ واش ما غاديش نتسال على هذا الشيء اللي كندير؟ واش هذا الشيء ما كيقولكش الضمير ديالك؟ واش انت ما يمكنش انك تفيق من القلبه؟ كاينين الناس اللي فاقوا من القلبه. غادي نهضروا على بعض الفنانين المغاربه، رزقين، نهضروا على جدوان، واش جدوان ولا اسم؟ لا ماشي جدوان، ربما جدوان، ما عقلتش على الاسم ديال واحد مؤخرا اللي شفت الفيديو ديالو. كاينين الناس فاقوا من القلبه، ملي كيوصل داك السن ديال 40 50 كيفيق من القلبه، الا كان كيدير شي حاجه اللي لا ترضي الله ولا شي حاجه اللي كيفسد بها المجتمع كيفيق، كيقول اش كندير. ان الله غفور رحيم الناس اللي تابوا، وان الله شديد العقاب الناس اللي ما تابوش، اللي بقاو غاديين في داك الخط. انا ماشي مفتي جاي باش نقول لك اش دير اش ما ديرش، ولاني حنا حسينا انك كتفسد المجتمع، حسينا انك كتهين المغاربه والمغربيات، حسينا انك تسيء للمغرب، تسيء للمغرب. انت اللي كدير لايف وكتطلع الناس اللي نستحي نقولهم نقول الاسماء ديالهم في القناه ديالي، كتطلع دوك الناس باش انهم يديروا يخلصوك ديك 3000 درهم. باش دخلت انا كتبت ليه في اللايف ديالو، قلت له ودي انا باغي نطلع معاك نتناقشوا باحترام، وانا ما باغيش متابعين في الانستغرام. انا كنقولها الا طلعت معاه في اللايف ما ديروا لياش متابع، ما ديروليش ابوني في الانستغرام، ما باغيش متابع، باغي انا نعطيه درس، وبغيت انكم تطاقيو. ومازال غادي نطلع معاه في اللايف ونكتبها ليه تما نقول ليه طلعني نهضر معاك باحترام، والا طلعني غادي نعطيه درس ويناقش، يمكن انه يقنعني يمكن انني نقنعه. اللي كان على حق قد يقنع الاخر، لان بزاف انا كنشوفهم لا هو لا ما نديش نذكر الاسماء على وحدين اخرين
عيقوا بزاف والناس كتشوف انه كيقول لهم ما نطلع غير اللي عطاني 3000 درهم، يعني انه يطلع واحد بولحيه وهضره فارغه وكيقول لهم يلا تابوناو عنده. واش نتوما اللي ما بغاش يطلعكم تهضروا معاه في اللايف؟ ما بغاش يطلعك غير اللي عطيتي 3000 درهم غادي يصيفطكم تمشي تابونا مع السيد ما تابوناش عنده؟ لا، اش غادي يعطيني؟ اش من اضافه غادي يعطيني هذاك؟ انا كنقول لكم اللي كيحس انه ما كنعطيش اضافه يحيد ابوني ديالو. وانا في الانستغرام ما بغيتش متابعين، بغي نطلع نعطيه درس، وما غادي نطلع نعطيه درس. اللي تا الانتباه ديالي اللي ما حملتش انا في واحد في هذاك اللايف فاش كنكتب لي انا طلعني باش نهضر معك باحترام، كون طلعني كنت غادي نريب لي ديك الحفله باحترام، نناقشوا ونخلي ان يفيق الضمير ديالو. لان باش كتطلع فاسق ولا فاسقه ودير هكا ودير هادي ودير هادي، يعني كتسيء لينا كمغاربه. ملي كيجي واحد جزائري ولا واحد تونسي ولا كيطلع كيشوف المغربي كيفاش كيحقر على مغاربه على خوتو المغاربه، زعما ما كاينش علاش. ممكن دير شي كونسيبت اخرى اللي تقدر تجيب شي محتوى جديد ونصفقوا لك وتجيب شي حاجه اللي تكون شوف ما استفدوا معك والو، ولاني ما تسيئش للمغاربه. شفت واحد طلع عنده تما قال ليه عمو الباريزي مرحبا بك ملي تجي للمغرب، راه الوالد قال لي حيت الا جاي يجي عندنا للدار. واش الوالد ديالك كيتفرج في عمو الباريزي؟ واش اش هاد النيفو وصلنا ليه؟ هاد المجتمع ديالنا الوالد ديالو كيتفرج زعما اش عجبوه؟ اش كي ملي كتسمع ان الوالد ديالو كيتفرج في عمو الباريزي اش كيجيك في بالك؟ عمو الباريزي كيدير شي حاجه ديال التوعيه، كيدير شي فيديوهات ديال هذا، ماشي يدير حتى المقالب ماشي مشكل، ولاني كتفكر ان راه شوهتي بالمنطقه ديالك، انك كتقول ليه راه الوالد ديالك كيتفرج فيك عمو الباريزي وكيقول لك دوز عندنا هذاك دخلوا لدارك. واش كتشوف اللايفات ديالو؟ واش هذاك دخلوا لدارك؟ ما فهمتش هاد الناس هادو. عارف ان الجيش ديالو دوك المساليين اللي عجبهم ديك الفسق وهذا غادي يهاجموا ينزلوا غادي تلقاو في لي كومونتير كيقول لك لا وعنده الحق وهذا. اش من عنده الحق؟ عنده الحق يطلع وحده يقول لي انا. اذا هادي وجهه نظر ديالي وانا كنتحمل المسؤوليه ديالها، وانا قادر انني نواجه ليكيب ديالو كامله ويتناقش معايا، بغى وجهه اللي وجه نتلاقاو، بغى اللايف نطلع معاه في اللايف ونهضروا وجهه اللي وجه ونشوفوا شكون اللي يقنع الاخر. بغيتكم انكم الا دخلتوا اللايف ديالو طاقيوني فيه في اللايف غير باش ماشي انا ما بغيتش لي زابوني، طاقيوني غير باش نجي ندخل ويطلعني وتما نتناقشوا انا وياه باحترام. الا كان هو على حق انا اللي غلط، والا كنت انا على حق هو اللي غلط ويعترف امام الملأ انه غلط ويحاول يراجع نفسه قبل ما يفوت الفوت. وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيت تعطيونا الاراء ديالكم واش انا على حق ولا غير كنخربق. يلا وصلنا اخر هذا الفيديو، دخلوا اللايف ديالو طاقيوني باش ندخل نعطيه درس لن ينسى. السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.